السلام عليكم واهلا بكم في قناتكم من جديد. افصح لاعب نادي ليل الفرنسي سابقا عن نيته في تمثيل الجزائر بدل فرنسا والمغرب، حيث ان اللاعب سفيان بودراع من مواليد 30 جوان عام 2003 بفرنسا، وعمره حاليا 18 سنة، وهو خريج اكاديمية نادي ليل، واستمر مع الفريق منذ موسم 2015-2016 إلى غاية عام 2021، لينتقل بعدها إلى نادي فالنسيان ويندمج مع الفريق في فترة وجيزة، فقد سجل هدفين في 10 مباريات شارك فيها، كما أنه أحدث ثورة في خط الوسط لفريق فالنسيان على رأي المحللين في فرنسا، فهو يتقن اللعب كمتوسط ميدان هجومي، ويتميز بأنه كثير التحركات ويراوغ جيدا، ورغم أنه لا يضيع الكرة بسهولة إلا أنه يمسكها لفترة طويلة ويسجل الأهداف من خارج منطقة الجزاء بسهولة فائقة. ويحمل اللاعب سفيان بودراع الرقم 10 مع فريقه بطلب من الإدارة كونه أفضل لاعب في خط الوسط داخل التشكيلة الفرنسية. والجدير بالاهتمام هو أن وصول اللاعب الجزائري من جهة والده وبالتحديد من ولاية الجزائر العاصمة، أما والدته فهي مغربية، إلا أنه قد صرح بأن قراره النهائي هو اللاعب لصالح الجزائر، وسينتظر فرصته مع المحاربين كون المنتخب الجزائري قوي بالنسبة إليه ويحتاج إلى لاعبين كبار، ونحن بدورنا نتمنى بأن تتحرك خلية الفاف الجزائرية بسرعة كي لا يتم خطفه من طرف الجامعة المغربية. نحن بانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.